زميلنا محمد التركي سوى تقرير عن مشاعر الشباب في اليوم الوطني. خلونا نشوف التقرير بالله يا شباب. حب الوطن شيء فطري. وين وطني؟ أبغى أقعد في وطني، أقعد في مكان اللي تربيت فيه، ذكريات اللي عشتها وأنا صغير. يعني الوطن مأوى لي أكيد، يعني الوطن جزء مني وأنا جزء منه. الأمل موجود لله الحمد، أمل كبير. أول كنت أحس يعني ما كنت أشوف الشيء هذا واضح أمام عيني. لما أشوف الحين شباب بعمرنا، لما أشوف والله الغرب تقدم كثير وحنا يعني نكون شوي يعني متأخرين، لما يحس إنه والله في حاجة غلط في الموضوع يبدأ خلاص يعمل. صار في رقي بالفكر، صار في رقي في الحوار، يعني صار تأخذ الأمور يشوفونها في أكثر من منظور. يعني تشوف أشياء كثيرة تغيرت كل شيء، كل يعني مظاهر الحياة هنا. تحمل هم الوطن، تحمل هم التغيير، ودك تصير في المستقبل شيء. أكيد كل شخص يعني يهتم المستقبل لازم يكون عنده طموح. طموح والله أنا لازم أكون يعني أعلى شيء، لازم أوصل لأعلى شيء. على أهدافي إن شاء الله يكون إفادة الوطن، ممكن تكون اختراعات. يعني كنا أول ما كنا نشوف يعني الشباب كانوا شوي مهمشين الفترة يعني قديمة. إنه فعلا الناس قاعدة تتطور، يعني والدليل معرض الكتاب. أحس في حرية كثيرة حاليا في الوقت الحالي وفي السنوات القليلة اللي راحت، في حرية تقدر تأخذ راحتك. أتمنى يوم من الأيام أني أقدر أحط نظريات يكون كل العالم يدرسها، كل العالم يتعلم منها. أي بسيط واحد يطرح موضوع في أي تواصل اجتماعي تشوف أنه يكبر الموضوع حتى يوصل بعض الأحيان أنه اعتذار من نفس الغلط اللي صار. وش تحب في الملك؟ يعني في شيء لفت انتباهك شخصيته؟ يسمع، ينفذ، يعني ينفذ مطالب الشعب، مو بس انه يحرص مثلا على العالم الاسلامي والعربي والسعوديه بس، لا، الانسانيه لو كلها ارتفعت كلنا راح نتطور، مطالب تتحقق. يعني نشوف زي الحنان، اعتبرنا زي الاسره. ما شاء الله توسع تاريخي ما قد مرت، يعني في عهد الحرمين الشريفين الامور اللي سواها الحوار بين الاديان، التطور العمراني اللي صاير الحين مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والمدينة الملك عبد الله المالية. انت لو تلاحظ ان بين اعلام الدول كل دولة يحطون يعني رمز عالي، مثلا يقول اللي يحط نجمة واللي يحط قمر، يعني كلهم يرتفعون، بس ما في اعلى من لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني واحد لما يتحدث مثلا يسيء للوطن تنزعج انت؟ ممكن يوصل لدرجة انه يسبه او يضربه، ما تستبعد منه. قد طقت واحد؟ أنا لا ما طقت. يعني حتى بعض الأحيان في إعلام الخارج ممكن والله يقول سعودية بلد سيرها ظلم، فهذا أشياء لازم أنت تروح، يعني حتى المبتعثين سفراء للبلد لازم يروح والله يعدل الفكر اللي عندهم. أنا يكون شخص يتكلم في بلدي أو على بلدي أضطرني أسجل في الموقع ويأخذ مني وقت العملية هذه وأدخل عشان بس أرد على الشخص هذا. إيه ممكن يكون والله خلاص يقدر ويكون تغير تفكيره. هو يبغى مشاهدات، يبغى الناس يدخلون، يعني حتى لو تحط ديسلايك يعني أو تحط الفلاج هو الشيء يبغاه، هو بيستفيد من عدد المشاهدات، إذا أنت دخلت وشفته هو مبسوط. الإنسان الطبيعي على الفطرة يعتبر الوطن زي أبوه. أبوك لو قسى عليك، أبوك لو يمكن مهما سوالك يظل أبوك، يعني يظل له هيبته، يظل له حبه. الوطن زي أخوك، تحاول أنك ترفعه، تحاول أنك تدعمه، تساعده، تحبه، زي ولدك تهتم فيه، تخاف عليه، تحرص عليه، ترشده. هذا هو الوطن. إحنا تعلمنا حب الوطن، يعني ما هو تعلمنا، هذا شيء حبيناه من جوا بدون ما نحس. إحنا نحب الوطن أكيد، أرض ولدت عليها، لا شعوريا ما تقدر تعبر عنها أصلا، وكيف امتنانك انها شالتك الارض هذه. انت ما انت ضعيف، انت قوي، بس يبغى لك واحد يدعمك. يعني المراكز هذه مثل المراكز الادبيه، المراكز حقت الابداع، الموهبه، هذه اشياء تقدم لك والله الدفع، والله انا عندي، انا اقدر، في ناس داعمين. كيف تشوفون السعوديه بعد فتره؟ حضاريا، اجتماعيا، حتى تقنيا اشوفه منافس كبير مره. ان لا شباب زي اللي سمعتهم الحين، سمعت كلامهم، لا تكون يوم الأيام على رأس الأمم. يعني بعد الموجة اللي صارت وبعد اللفتة الإعلامية على كثير من الجهات الحكومية بدأت تتطور الوسائل هذه، بدأنا نشوف إنتاج حتى في الأخبار في الشوارع، بدأنا نشوفه بعيوننا. والله الحمد لله، يعني توفر لي يمكن من اللي ما توفر لغيري كثير. الحين صار فيه شفافية بين الشعب والمسؤولين. يعني أول يعني كنا نقول إذا واحد تخرج من الثانوي يمكن ما في إلا كم سعودية كلها يمكن 8 جامعات بس، ولا بعدها كلها قطاعات عسكرية أو شيء حكومي وما في تطوير. بس الحين
الرياض لحالها فيها يمكن 30 كلية و 30 جامعة. أما النظرة الحالية هي وصول لأفضل أو أكبر قدر من الثقافة، أكبر قدر من العلم. صار الناس والله يدخلون كثير، يدخلون الاقتصاد، يدخلون طب، يدخلون هندسة. يعني هذا الناس خلاص صارت الناس تفكر والله كيف أساعد اقتصادي، كيف أخلي والله البلد قوي اقتصاديا. الوطن يحتاجنا مو بفرصة. الفكر اللي المرحلة إحنا الآن في وسط مرحلة انتقالية، انتقالية من والله من فك يعني فكر ارتب يعني فكر متأخر الفكر المتقدم. أو في كثير من الشباب يعني اللي أجتمع فيهم هو حلم بسيط بدأ معك من الصغر، تشوفه كل ما تطلع أو كل ما تكبر حبة يتحقق.